مساعدة الآخرين. في حال تصاعد دخان في المقصورة سوف تقودكم الإشارات الضوئية على الأرض نحو المخارج. هناك ثمانية مخارج طوارئ على متن هذه الطائرة، اثنان في الأمام واثنان في الخلف وأربعة على الجناحين. نرجوكم أن تخصصوا بضع لحظات للتعرف على مخرج الطوارئ الأقرب إلى مقعدكم. في بعض الحالات قد يكون مخرج الطوارئ مباشرة خلفكم. في حال الهبوط الاضطراري على الماء سوف تجدون سترات النجاة تحت مقعدكم في الدرجة السياحية وفي مسند الرجلين التابع لمقعدكم في درجة الصقر. عندما يطلب إليكم ذلك قوموا بفتح الكيس البلاستيكي وأخرجوا السترة. مرروا ذراعيكم عبر أحزمة السترة وضعوها حول رأسكم. اسحبوا الحزام نحو أسفل حول خصركم وشدوا الشرائط الصفراء بإحكام. يجب نفخ سترة النجاة عند مغادرة الطائرة من أحد أبوابها أو بعد مغادرة الطائرة من أحد مخارج الطوارئ المؤدية إلى الأجنحة. From a door and after leaving the aircraft from an overwing exit. To inflate, pull down sharply on the red toggles or blow into the mouthpiece. In preparation for takeoff, please ensure that all cabin baggage is securely stowed under the seat in front of you or in the overhead lockers. Ensure your seat back is in the upright position and your tray table and footrest are securely stowed. You will find all safety information in the card located in the seat pocket in front of you. We strongly request that you read it before takeoff. Thank you for your attention. And we wish you an enjoyable flight. Please be seated for takeoff. Thank you.